النهارده انا هبني افضل تشكيله في تاريخ هالاند، من تشكيله احلامه الاولى لتشكيله احلامه الثانيه، لافضل 3 لاعبين شباب في العالم من بعده، لاكثر اللاعبين اللي ساهموا معاه باهداف. اول حاجه هنعملها هنبدا بالمدرب، واكيد المدرب احلام هالاند مش يوهان كرويف. مدرب احلام هالاند هو واحد بس، الواحد ده ممكن يخليه يكسب دوري ابطال اوروبا السنه دي. الواحد ده خد كل البطولات مع برشلونة، راح لبايرن ميونخ وحاليا بيدرب مانشستر سيتي، وخد الدوري 5 مرات تقريبا في 6 سنين. مفيش غيره الا وهو الاسباني بيب جوارديولا. زي ما انتم شايفين هو اسمه هنا لويس ايرومان، لان ما عندهمش حقوق مانشستر سيتي، لكن ده اللي موجود عندي حاليا. بيب جوارديولا 50 سنه هو نفسه، فيدخل حاليا التشكيله افضل مدرب احلام في تاريخ هالاند. خلينا نتوجه الى حارس المرمى الا وهو البرازيلي ايدرسون. والله غريبه، ايدرسون هو افضل حارس في تشكيله احلام هالاند، والله غريبه. لكن خلينا نشوف لو ايدرسون موجود عندنا في التشكيله. هنروح الى الاحتياطيون ونغير المراكز، نشوف الحراس اللي موجود عندنا اين هو الايدرسون. اوكي، ايدرسون التسعين يدخل على طول للتشكيله، لكن لازم نطوره. الى اين ستصل طاقات ايدرسون؟ هتوصل الى 93. فخلينا نتوجع على طول للاعب الذي بعده، هو غالبا الظهير اليمين. من سيكون؟ دانيال الفيش في الظهير اليمين برازيلي. في ناس كتيره جدا بيختاروا افضل لاعب في الظهير اليمين الا هو دانيال الفيش، منهم ميسي، منهم هالاند حاليا، منهم امبابي. فخلينا نشوف اين هو دانيال الفيش، هل هو موجود في اللعب اصلا؟ هنا عندنا الاظهره اليمين، دانيال الفيش موجود فيهم ولا لا؟ هنا ارنولد، كانسيلو، ازبليكويتا، دانيال الفيش مش موجود. لكن لو توجهنا الى الجناح اليمين اللي هو خط النص، هنلاقي على طول دانيال الفيش موجود رسميا، ويدخل على طول لام التشكيله. شايف انا برضو جبت تشكيله احلام هالاند الثانيه عشان اتاكد من كل لاعب. فحاليا خلينا نشوف تشكيله احلام هالاند ونروح لحراسه المرمى. اوكي، مش ايدرسون الا وهو الالماني مانويل نوير. طب خلينا نشوف الظهير اليمين، الظهير اليمين هل هو حاجه ثانيه غير دانيال الفيش؟ لا، ما زال دانيال الفيش موجود في الظهير اليمين لهالاند، فكده رسميا دانيال الفيش اتاكد. لكن ايدرسون ما اتاكدش، بما ان ايدرسون مش افضل من اللي هيجي حالا، ايدرسون هيقعد على الاحتياط وهيجي لنا مباشره افضل حارس مرمى ينافس على افضل حارس مرمى في التاريخ، الا وهو الالماني مانويل نوير، اللي تقريبا مش موجود عندي. غالبا ما فيش مانويل نوير موجود عندي. فهنتوجه الى الجنسيه، اغلى لاعب الماني حرفيا هو مانويل نوير ب 450,000 جي بي. حرام، كتير قوي، كتير قوي على حارس مرمى. لكن بما ان هالاند اختاره رسميا، مانويل نوير هيدخل على طول لتشكيلتنا عشان كمان نطوره من ال 85 دي. مانويل نوير هيكون كام؟ 94 اقوى من هالاند يا جدع. رسميا نوير يدخل على طول لام التشكيل. خلصنا الظهير اليمين وخلصنا حراسه المرمى الظهير اليمين، اتاكد انه دانيال الفيش. لك قلب الدفاع الا وهو سيرخيو راموس الاسباني. سيرخيو راموس انا قيمت انه افضل ثالث مدافع عبر التاريخ، لان راسياته جابت دوري ابطال اوروبا اكثر من مره، المرات اللي خد فيها مركز في افضل تشكيله في الموسم كتيره جدا. فرسميا خلينا نجيب الاسباني سيرخيو راموس بطاقه ال 93، يدخل على طول يوم التشكيله وما بيتطورش اكتر من كده. لو انت انت هتختارهم هلا؟ بيقول له ده سؤال كويس. السنه اللي فاتت صح. هنشوف مين اول واحد هيختاره النرويجي العالمي هالاند. ليفاندوسكي رقم واحد، ليفاندوسكي وافضل لاعب في العالم بالنسبه للنرويج العالمي هلا. ف 86 الروبرت ليفاندوسكي هيقعد على الاحتياط، بس لازم يتطور. الى كم سيصل الروبرت؟ 94، وممكن يتطور اكثر كمان. من هو المدافع الذي بعد الا وهو الهولندي بطول 191 سنتي الفيرجيل فان دايخ الهولندي، اللي خد افضل لاعب في اوروبا، خد
ثلاث مراكز الاولى في الكره الذهبيه وافضل لاعب في العالم سنه 2019، ورسميا اختاروا النرويجي هالاند في تشكيله احلامه، مع ان هالاند دمر وقتها. فغالبا احنا مطورين فيرجل فان دايك لان في ناس كتيره بيختاروه في تشكيله احلامهم. موجود عندنا كطاقه 96 فنومينال، وطاقته ممكن تتطور المباراه ل 99 يا جدع. اوكي خلينا نشوف تشكيله احلام هالاند الثانيه، هل توافقت مع سيرجيو راموس وفيرجل فان دايك؟ اوكي كده عندنا داني الفيش ومانويل نوير. حاليا سيرجيو راموس رسميا موجود، فسيرجيو راموس يظل موجود ويظل مش هيجي له بديل. سيرجيو راموس اتاكد مرتين هو ودانيال الف. الذي بعده، هل فيرجيل فان دايك اتاكد؟ فيرجيل فان دايك برضه متاكد، 99 فيرجيل فان دايك. كده رسميا فان دايك وسيرجيو راموس ودانيال الفش ثلاثة متاكدين يا جدع. لكن حاليا هجيب اكتر ثلاث لعيبه لعبوا مع هالاند في تاريخه. في المركز الثالث لعب معاه 68 ماتش، الا وهو البرتغالي الظهير الشمال رافائيل جيريرو، اللي لعب معاه 68 ماتش. رسميا موجود عندي ورسميا هيدخل على الاحتياط مباشره، مش محتاجين نطوره. خلينا نكمل، مين برضو هيجي في الظهير الشمال للنرويجي هالاند؟ الا وهو الكندي من بايرن ميونخ الفونسو ديفيز. فرسميا الفونسو ديفيز هيدخل في الظهير الشمال، فاتهن على طول يدخل على طول التشكيل. يلا انا هقعده برضو على الاحتياط. ليه؟ لان عايزين ناكد على تشكيله احلام هالاند مره تانية. عندنا داني الفيش، راموس، نوير، فان دايك، لكن عندنا في الظهير الشمال الا وهو كانسيلو من مانشستر سيتي، وحاليا برضو بيلعب في بايرن ميونخ مع الفونسو ديفيز. افضل من الفونسو ديفيز في الظهير الشمال، في الظهير الشمال قتلنا تاني ظهير شمال برتغالي الا وهو جواو كانسيلو، ولازم نحاول ندربه. فرسميا جواو كانسيلو هيصل الى طاقه ال 93 ويكون موجود في التشكيله. ورسميا اللعيبه بدات تتطور، لان زي ما انتم شايفين التناغم بدا يزيد. فمين اللاعب الذي بعد؟ اوكي مارتن اوديجارد في خط النص في تشكيله احلام هلا، يمكن اختاروا عشان هو من نفس بلده. فرسميا عندنا 94 مارتن اوديجارد يدخل على طول لام التشكيله. اوكي مين اللاعب الثاني بعد ليفاندوسكي؟ كريم بنزيما. كريم بنزيما هو ثاني افضل لاعب في العالم بعد روبرت ليفاندوسكي بالنسبه لهالاند. فرسميا هيجي لنا على طول الفرنسي العالمي كريم لحكومه بنزيما 97. فخلينا نجيب ثاني اكتر لاعب لعب مع هالاند مباريات، لعب مع 73 ماتش ولكن لعب مع 5400 دقيقة يا جدع. 5400 دقيقة مع هالاند، الا وهو هوملز. هوملز اللي كسب كاس عالم يا جدع، كسب 6 مرات الدوري، لكن للاسف هوملز مش موجود عندي وغالبا مش موجود في اللعبة لان بروسيا دورتموند مش موجودة. فقتلنا اكتر لاعب لعب قصاد هالاند مباريات نفس الوقت خسر منه، حرفيا كلهم لاعيبه بايرن ميونخ ما عدا واحد بس. في المركز السادس جوجوا كيميتش لعب قصاده 8 ماتشات، الخامس جواريتسكا نفس الكلام 8 ماتشات، الرابع اوباميكانو نفس الكلام 8 ماتشات، الثالث هو الوحيد اللي ما لعبش قصاده من بايرن ميونخ الا وهو ايميل فورسبرج لعب قصاده 9 ماتشات لكن هالاند كسبه 6 ماتشات، ثاني توماس مولر لعب برضه قصاده 9 ماتشات وهالاند خسر قصاده 7 ماتشات منهم. اكتر لاعب لعب قصاد هالاند واكتر لعب خسره الا وهو كينجز ليكوما، لعب قصاده 9 ماتشات خسره 7 ماتشات. فرسميا كينجز ليكوما هو اكبر منافس لهالاند حاليا. فدي لعيبه بايرن ميونخ قصادي، اين هو كينجز ليكوما؟ ال 94 كينجز ليكوما كاكتر لاعب لعب قصاد هالاند في تاريخه. الذي بعد الا وهو الكي دي في كيفن دي بروين، لازم يكون موجود لانه من اكتر اللعيبه اللي صنعت له اهداف مستقبلا هيكون اكتر. فات لنا الكي دي بي كيفن دي بروين يدخل على طول لام التشكيله. اوكي وخلينا ناكد تشكيله احلام هالاند، عندنا الكي دي بي كيفن دي بروين ال 99 موجود وتم تاكيده
لكن جنبه هيكون عندنا فيل فودن 98 موجود عندنا في تشكيلة احلام هلب، فمعناته لازم نأتي بالفيل فودن. بس التشكيلة قربت تكتمل فلازم نطلع واحد، هنطلع جيريرو لانه ما شاركش عدد دقايق كتيرة مع هالاند، وهندخل بداله الفيل فودن 95. يدخل في الاحتياط، هالاند اختار ليفاندوسكي واختار بنزيما. مين اللاعب اللي بعده؟ هيختار البولجيا ليونيل ميسي بعد بنزيما، فكده اختار ميسي واختار بنزيما واختار ليفاندوسكي، فمعناته هات لنا البولجيا ليونيل ميسي 99 رسمي. ميسي مش محتاج اعرف عنه، ميسي واكتر لاعب هيحقق بطولات في التاريخ، خلاص قرب يجيبه، فاضل بطوله واحده ويعدي تاني الفش. فمن اللاعب الذي بعد كيفن؟ ولا هو ميسي برضه من الارجنتين. البولجيا ليونيل يدخل على طول للتشكيله في الجناح اليمين. اوكي، من اللاعب الذي بعد البولجيا ليونيل ميسي الذي سيختاره هلا وهو منافسه الكليان امبابي؟ ميسي وكريستيانو، ميسي بالرجل الشمال، كريستيانو بالرجل اليمين، امبابي بالرجل اليمين، هالاند بالرجل الشمال. امبابي يدخل لتشكيله احلام النرويج العالمي المدمر هالاند. فرسميا برضه امبابي موجود عندنا، وهنغير التشكيله بالنسبه لهالاند برضه هنغيرها له، وقاتلنا الكليان امبابي ثاني افضل لاعب في اللعبه يدخل للتشكيله بطاقه المية جدا. خلينا نأكد على اللعيبة اللي اختارها هالاند. اختار فرانكي لامبارد يدخل على طول في خط النص، واختار البولجيا ليونيل ميسي اكد عليه. لكن فرانكي لامبارد هل هو موجود عندنا؟ رسميا الفرانكي لامبارد موجود عندنا في التشكيلة، وهيدخل بدلا من مارتن اوديجارد لانه اكيد افضل منه. فمن اللاعب الذي بعده؟ الا وهو هاري كين. انا غير مقتنع بهاري كين، لكن انا مقتنع به اقوى هداف موجود في كرة القدم حاليا، النرويجي صاحب الهاتريكات العالمي المدمر المجنون، صاحب الخمسة اهداف في دوري ابطال اوروبا، الرقم 9، مدمر الجميع، النرويجي ابن جوارديولا هالاند. رسميا هيدخل للتشكيلة بدلا من الهاري كين. عين هاري كين موجود عندي 97، بس انا مش مقتنع بيه والاماكن ما عادتش كتيرة جدا، لاني حاليا هجيب اكتر لاعب لعب مباريات ودقائق مع هالاند 105 ماتش، هو الوحيد اللي اتخطى ال 100 مباراه معاه، هو الوحيد اللي بيلعب لعب مع 7765 دقيقه، الا وهو اكانجي. لكن اللاعب السويسري الوحيد عندي هو السمر. خلينا نشوف اكانجي موجود فين. اكانجي لعب معاه كمان حاليا في مانشستر سيتي. فرسميا هات لنا اكتر لاعب لعب مع النرويجي وادخل لنا على طول، هندخله بدل لاعب موجود في التشكيله اكيد، لان فاضل لاعب موجود ولازم يدخل. ممكن يدخل بدلا من ادرسو ممكن يدخل بداله اكانجي، لان اهم منه لعب معاه 105 ماتش. لكن مين هو اكتر لاعب سجل اهداف مع هالاند سواء بالصناعه او هالاند صنع له؟ الا وهو الالماني من بروسيا دورتموند وسيظل في بروسيا دورتموند، ماركو رويس. صنع معاه، او خلينا نقول دي بروين الاول، دي بروين صنع معاه 15 جول، بس دي بروين لعب معاه 38 ماتش فرسميا هيتخطاه في المستقبل، لكن رويس لعب 68 ماتش وصنع معاه 17 جول، لكن للاسف رويس مش موجود في اللعبه. فخلينا نجيب اخر لاعب اختاره النرويجي هالاند، هالاند نفسه. اوكي، يعني هو كده كان هيختار نفسه. اوكي، هالاند موجود في تشكيله هالاند، وحاليا هو اصلا موجود في تشكيلتي انا اللي اخترته، مدرب الاحلام بيب جوارديولا وانا عملتها. فرسميا خلينا نتاكد من التشكيله، كل اللعيبه انتوا شايفينهم دلوقتي ما عدا راس الحربه، وراس الحربه اللي جنبه راس الحربه الاولاني الا وهو السلطان زلاتان ابراهيموفيتش، لازم ولا بد يكون موجود عندنا النهارده. رسميا السلطان هيدخل على الاحتياط، بس بدلا من مين؟ بدلا من الفونسو ديفيز. يلا الفونسو ديفيز، لان فاضل اخر لاعب ده هيخلي ميسي يجي هنا، هيخلي مبابي يجي هنا، هيكون مين؟ الا وهو الجوليادور
كريستيانو رونالدو لازم يكون موجود. هاتهولنا على طول في الجناح الشمال، فرسميا هي دي اقوى تشكيله في تاريخ احلام هالاند، ولازم نلعب بيها مباراه لان لو خسرناها هنمسح هالاند المية نفسه. اوكي تشكيله الخصم، سون، امبابي، ميسي، هافريتش، اوميني، فرانكي لامبارد بقى موجود عند الكل. مالك يا فرانك؟ ديون 96، لا تدري كيف قبل كده كومان كان بيوقفوا قلب دفاع. لك هيا بنا ايها النرويجي فرانك لامبا، يديها للنرويجي من هنا لكليبول جاليونيال. يا ليبول جاليونيال يا نهار ابيض يا مانويل نويا، اصدر سن سن من هنالك لكريستيانو. كريستيانو اديها لمين؟ اديها لامبا، لامبرد الهالاند، هالاند يديها من هنالك لكانسيلو، كانسيلو لكريستيانو، كريستيانو من هنالك. الله لامبرد بس بس يا رب يا رب يا رب يغلبوني بنفس الطعم اللي انا لابسه. الله هالاند، الله النرويجي يا رب اصدر ربنا. الله مبابي، الله مبابي، الله مبابي، النرويجي يا النرويجي النرويجي يا جلودك ولا يبالي. روح مبابي دي الكليا، دي الكليا للنرويج. خلاص يا عم، الله لا 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 الله امسك المانو، امسك المانو لامبارد، لامبارد النرويجي يا النرويجي 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 العالمي. الله ها 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 تسلم يعني ندخل فودن، مارتن اوديجارد، كينغسلي كومان اكتر لاعب لعب قصاده، وكانجي اكتر لاعب لعب معاه. ربنا يستر. ارمي ميسي 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 حكم يا حكم، اعطينا البينالتي لكي يسجل الهاتريك. ده النرويجي، ده المجنون، ده المجنون النرويجي هالاند يسجل الهاتريك. قولوا لي تشكيله احلامكم تحت في التعليقات، وهتلاقوا فيديو حالا صار لكم تضغطوا عليه قبل ما اقول السلام عليكم، والعب يا النرويجي. سلام.